صافي الحمد لله. اي مطار شخيب الدولي، التوقيت المحلي يشير الى تمام الساعة 3:15 مساء، درجة الحرارة الخارجية 19 درجة مئوية. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم الى ان تتوقف محطة الطائرة نهائيا وتزال اشارة رفع احزمة المقاعد. نعلمكم ان التدخين في مبنى المطار ممنوع، يمكنكم التدخين في الاماكن المخصصة لذلك. نشكركم لاختياركم الملكية الأردنية وتحالف ونور، ونتمنى لكم إيقاعة سعيدة في أمستردام.